أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: كيف يعرف المسلم أن عمله مقبول؟ إذا خاف من عدم القبول بنص كتاب الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو المرء يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويزكي ويصوم ويخشى ألا يتقبل منه. فكونه يخشى هذا إن شاء الله في حد ذاته من علامات الخير، لكن لا تبلغ الخشية حد إيش؟ سوء الظن بالله عز وجل، بل يجب أن نكون حسني الظن بالله، لا بد أن نكون أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه نخشى من الرياء، نخشى من تقصيرنا في جنب الله، نخشى من أن تغلب سيئاتنا حسناتنا، كله يجب أن يخشاه المؤمن، لكن في الوقت نفسه لا بد أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم.